بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف أعرف أن جوالي هذا وكالة أو غير وكالة؟ طبعا أعمل اللي هو نجمة مربع بالجوال، نجمة مربع 06 مربع، وأدخل على وأكتب الرقم التسلسلي حقي. مثلا أنا قد كتبت من قبل، أكتب الرقم التسلسلي وأدخل على حاجة اسمها إيش، على موقع اسمه imei.info www.imei.info. إذا دخلت على الموقع بتلاقوا يجيب لك إشارة هكذا. طبعا الموقع ما يشتغل يا جماعة من الجوال، يشتغل من الكمبيوتر. ممكن أروح أجيب حق الرقم التسلسلي وأعمل له نصب، نصب، وأعمل لصق بالموقع. طيب أضغط أيام نوت ريبوت. طيب أفعل تشيك. طبعا الجوال اللي موجود معي هو L720 اللي هو S4، لكن اللي طالع بالصورة عندي الآن الجوال كم موديله؟ i9000 وكم؟ 500. لكن الجوال اللي معي 720، فإذا هذا الجوال تم التعديل على رقم التسجيل الخاص به. تمام. طبعا لاحظ أنا شفت جوال آخر اللي هو LG، كتبت الرقم التسجيل في الموقع، عملت تشيك، شيكت عليه، طلع صورة الجوال تطلع أوكي. وهذه البيانات الخاصة بإيش؟ بالجوال. أرجو أن أنا قد وفقت لشرح كيف تعرف أن جهازك وكالة أو لا، أو تم التعديل على الرقم التسجيل الخاص به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوني في شروحات جديدة إن شاء الله في مجال صيانة برمجة الموبايل، وبالتوفيق إن شاء الله.